مجموعة من الأهداف السامية المساهمة في مساندة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني من كل أنحاء الوطن وأيضا الوسط العربي وتعميق التواصل الفلسطيني الأردني من خلال علاقات التعليمية. هي محاور أساسية تقوم عليها مؤسسة آدم للدراسات العليا المتمثلة من خلال ما تطرحه بالتشارك مع جامعة عمان الأهلية. مزيد من التفاصيل بالتأكيد مع السيد آدم حلمي مرعي المدير التنفيذي لمؤسسة آدم للدراسات العليا والوكيل المعتمد لجامعة عمان الأهلية للوسط العربي والفلسطيني. صباح الخير. سيسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية لمحة عن مؤسسة آدم للدراسات العليا وعلاقتها المباشرة مع جامعة عمان الأهلية. مؤسسة آدم للدراسات العليا هي مؤسسة لقائمة منذ 4 سنوات، قائمة على استشارة الطلاب ما بعد تخرجهم من التوجيهي واستقطابهم للجامعات لكافة التخصصات. مؤسسة آدم للدراسات العليا هي مؤسسة تربوية هادفة اللي هدفها الوحيد استقطاب الطلاب للجامعة عمان الأهلية بما أنها هي الوكيل المعتمد للوسط العربي والفلسطيني خصوصا عندنا في فلسطين، رغم الصعوبات الموجودة عندنا هنا في المناطق اللي هي صعب القبول للجامعات. خلينا نقول المؤسسة عندنا هنا بتأمن لهم هذه الأهداف من خلال تواصلها مع جامعة عمان الأهلية خلال التخصصات المختلفة اللي حد الأقصى لقبول عندنا للجامعة هو معدل 80 بعد التوجيه، حد أدنى اللي هو 65. مؤسستنا مؤسسة اللي بتقوم على استشارة الطلاب ما بعد التوجيه. مثلا في الطلاب عندنا بيكونوا حائرين مش عارفين إيش بدهم يدرسوا، كل واحد حسب التخصص طبعاً، كان علمي أدبي إدارة منزلية اقتصاد، فبيكونوا خلينا نقول نوع من الرهبة اللي محتارين وين بده يروح في المستقبل وتحديداً الجامعي. طب بناء على هالاستشارات والاستقطاب اللي بيكون للطلبة، كيف اشتغلتوا خلال هال4 سنوات من افتتاح مؤسسة آدم للدراسات العليا على فتح المشاركة للمجتمع الفلسطيني والوسط العربي في الاشتراك في جامعة عمان الأهلية؟ خلينا نقول الشعب الفلسطيني والشعب الأردني شعب واحد مش اثنين. صحيح. اللي بلد واحد مشترك لأنه اثنين هناك، الأردن هي المنفذ الوحيد خلينا نقول العربي الداخل مشان نعفيهم من البرنامج البسيخومتري اللي هو عقبة قدام الطالب بعد ما تخلص امتحان البسيخومتري، في عندك المقابلة الشخصية اللي تعجيز. كمان نفس الشيء عندنا الطلبة الفلسطينيين مش كافة التخصصات عندنا في الجامعات اللي بيكون مسموح لهم انهم يدرسوها الواحد حسب معدله. عندنا جامعة عمان الأهلية بترحب بالجميع وفاتحة أبوابها. خلينا نقول انه في هناك خصومات هناك تخصصات ايضا، حدثنا اكثر عنها. في الجامعة في 8 كليات مختلفة، بتبلش كلية الآداب والعلوم الطبية، الحقوق، العلوم الإدارية والمالية، تقنية المعلومات، التمريض، الصيدلة والعلوم الطبية، بالإضافة لتخصص علم البصريات، العلم التخصص الوحيد الموجود في جامعة عمان الأهلية وجامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد. عندنا العمارة والتصميم، الهندسة، بالإضافة إلى برامج الماجستير. برامج الماجستير اللي كلية الآداب والعلوم لعلم النفس الكلينيكي، الحقوق، عندنا الصيدلة العلوم الطبية، العلوم الصيدلانية، العلوم الإدارية بالتعاون مع شركة من جامعة هيريوت وات، عند برنامج الـ MBA والهندسة، هندسة الاتصالات. بالإضافة إلى أن برنامج الماجستير صار يكون عندنا سبت أحد لتسهيلات يومين في الأسبوع نسهل على الطلاب، لأنه بتعرف أنه بعد ما خلص الواحد البكالوريوس تبعه أكيد بده يدخل لسوق العمل يشارك في الحياة العملية. صحيح. فإحنا وفرنا لهم هذا الإشي أنه يكون عندهم برنامج مخصص ليومين بالأسبوع على أساس أنه كافة باقي أيام الأسبوع بيقدر يشتغل فيهن وروح يجي عادي، لأنه الوضع الاقتصادي خلينا نقول شوي صعب. نعم. طب آدم، شو المميزات اللي منحت للطلبة الفلسطينيين الذين سيدرسون في جامعة عمان الأهلية عدا عن التخصصات، يعني من النواحي المالية ومن ناحية التعامل وما إلى ذلك؟ خصومات تشجيعية، خصومات اللي بتبلش تتراوح كحد أدنى من 15% حتى 40% حسب نوع التخصصات. كافة التخصصات، بالإضافة إلى خصومات على الماجستير للجميع يحصل عليها، لجميع الطلب الفلسطينيين. نعم. كافة، سواء داخل الخط الأخضر أو خارج الخط الأخضر، كل طالب فلسطيني سيحصل عليها. نعم. بالإضافة إلى خصومات تشجيعية كمان على الماجستير، يعني أول مرة هتصير عندنا.
انه ما كانش كابل خصومات على الماجستير، ان شاء الله من هذه السنه راح يكون في خصومات على الماجستير. يعني واضح انه في خطوات ميسره للطلاب من اجل الاستمراريه في نظام التعليم حتى ولو كان خارج اطار فلسطين، لكنه على الاقل هو بتوأمة فلسطين. صحيح، وكمان يعني احنا بنحكي الاردن، يعني مثل ما حكى الاستاذ ادم، نفس البلد، نفس الوطن، نفس اللهجه، ونفس فنجان القهوه الصباحي اللي دائما نتناوله. طب بالحديث تمثيل عن الجامعة فلسطينيا وإقبال الطلبة على الجامعة، تحدثنا وتحديدا بأرقام سواء من الوسط أو من فلسطين. تمثيلنا هناك تمثيل الحمد لله بفضل ربنا تمثيل جيد جدا، اللي نسبة الطلبة الفلسطينيين ككل عرب الداخل وسواء هنا بوصل تقريبا الألف طالب، ألف من 8000 طالب نسبة لا بأس بها. صحيح، مع إمكانية ازدياد، مع إمكانية يعني الحمد لله إن شاء الله هاي السنة راح يكون في عنا زيادة واستقطاب وإقبال رهيب راح يكون على الجامعة على التسهيلات الموجودة. هنا الجامعة الوحيدة اللي قدمت كل هاي التسهيلات. طب من خلال هذه التسهيلات أدم، يعني ما بتفكروا أنه أو ممكن يكون موجود حاليا توأم ما بين جامعة عمان الأهلية من خلال تشاركها والخدمات المقدمة لمؤسسة أدم للدراسات العليا مع بقية الجامعات الفلسطينية على اختلاف طبعا أنواع سواء كانت حكومية أو حتى جامعات خاصة؟ إن شاء الله هذا اللي هي بنطمح لإله، نفتحين هناك الأبواب للجميع وبنحيي روح التشارك هاي وبنشجعها كمان وبننميها. أكيد يعني إحنا بنشاهد هذه مشاهد للجامعة وحفلة التخرج، حفلة تخرج الطلاب. تعطينا لمحة عنه كيف كانت الأجواء؟ طبعا يعطيهم العافية زميلين منتصر وبراء عمر اللي كانوا حاضرين. يعطيهم ألف عافية، والله ما كسروا هناك، يعني كانت أجواء رائعة جدا، بالإضافة اللي كان تغطية لوفد من الوسط العربي اللي دخل الجامعة وشارك بهذه الاحتفالات، خلونا نقول أضاف نوع من الإثراء على الحفل. الكل رحب فيه واستقطبوا سواء من دكتور باهر أحمد الحوران اللي هو مؤسس جامعة صاحب مدير هيئة رئيس هيئة المديرين بجامعة عمان الأهلية، والدكتور صادق حامد، والدكتور غالب عركات عميد كلية الصيدلة والمسؤول عن الملف الفلسطيني والوسط العربي كمان، والأستاذ نضال. طب خلينا نروح نحكي شوي عن علاقاتكم في الربط بين الكل الفلسطيني. تحدثت أنتوا أنه متاح المشاركة من مختلف الأماكن في فلسطين، ماذا عن غزة وعن مشاركة قطاع غزة؟ أهل غزة لهم حصة خاصة، حصة في الكلب. على الرغم أنه رغم الصعوبات الموجودة اليوم أهل غزة على تواصل دائم معنا. كمان نفس الشيء الخصومات اللي نحصل عليها أنا الوسط فلسطين سواء الضفة الغربية أو شيء موجودة نفس الشيء لقطاع غزة. غزة نعم، في استقطاب كمان من غزة، في طلاب، في طلاب من عمان غزة. جميل. طب في عمان كيف بتتم المتابعة مع الطلبة، تنسيق تسهيل الأمور لهم في السكن في هذه المواضيع؟ تعطينا لمحة عن هذا الموضوع للي حابب صحيح يروح يشترك أو حتى أكيد يدرس في الجامعة. خلينا نبلش من هيك، أنا ابن الجامعة وطالبها، كنت خريج صيدلة تخرجت منها، فالأفضلية كانت لنا للمؤسسة تبعيتنا. طلاب عندنا في عمان بتم استقطابهم واستقبالهم استقبال من الجسر، جسر الملك حسين، لحديث ما وصل للجامعة. الطالب بيكون واصل للجامعة أموره كلها جاهزة منتهية، بحصل على البطاقة الجامعية، على الإقامة السنوية تبعيته، بحصل على البرنامج بيكون جاهز. تسهيلات يعني لشان الطالب ما يتغلبش، بس يجي ويقعد على المقاعد الدراسية ويدرس، كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. يعني أكيد فرصة ممكن اغتنامها للطلبة، وتحديدا في الأسباب اللي يعني ذكرت وفي المرافق الجامعية اللي ممكن بالفعل تكون قادرة على أنها تثري حياة الطالب. والأهم من ذلك خالد أنها أيضا هي منتشرة في الوسط العربي، وبالتالي هي جامعة للكل العربي وليس فقط الفلسطيني، وبالتالي بالإمكان المشاركة فيها أو الالتحاق بهذه الجامعة من خلال التراسل ربما والرجوع إلى مؤسسة أدم للدراسات العليا. إذا بالإمكان ننوه للسادة المستمعين والمشاهدين كيف ممكن يتواصلوا معكم مع المؤسسة؟ يمكن التواصل معنا عن طريق صفحة الفيسبوك لمؤسسة أدم للدراسات العليا، او من خلال المكاتب عندنا الموجوده، موجود المكتب عندنا في كرنسا والمثلث، خلال الاتصال على المكتب المؤسسه او الاتصال على رقم التليفون تبعي او رقم التليفون مدير عام المؤسسه اللي هو السيد حلمي مرعي. نعم، خريج حقوق ان شاء الله راح يكون السنه كمان ان شاء الله. يعني احنا بنامل لكم كل النجاح من خلال هذا العمل والتشبيك والاردن الشقيق، وان شاء الله الحضور تكون مناسبه ورائعه طالما في
ميزات جميلة، وتحديدا ماديا بنحكي عن خصم 40% بتكون مساهمة ومساعدة أكيد للطلبة جميعا. إذن بعد هذا الحديث نشكر السيد آدم حلمي مرعي بمسمياته، ما شاء الله يعني هي مسميات كثيرة لكن بالتأكيد سنتحدث عنها، سيد المدير التنفيذي لمؤسسة آدم للدراسات العليا والوكيل المعتمد لجامعة عمان الأهلية للوسطين العربي والفلسطيني. وبالتأكيد إلى هنا